لا يوجد هنالك إجرام في غزة. يعني في جوع، في فطرة إنسانية، في خوف، في بيوت مدمرة، ولكن لا يوجد هنالك سرقات في غزة. لعل البعض سوف يتحدث عن المروءة والشهامة، ولكن نحن نتحدث الآن عن الفطرة الإنسانية. لو قارنا هذه الكارثة بالكوارث التي تحدث حول العالم لسمعنا عن السرقات، على سبيل المثال سرقات المحلات التجارية، السرقات للمنازل المنكوبة والمدمرة، السرقات للمنازل الفارغة من سكانها لأنهم نزحوا. تسألت اليوم العديد من الأشخاص في داخل قطاع غزة، ليسوا من الصحفيين ولكن حتى من الناس العاديين، هل سمعتم عن سرقات في غزة؟ قالوا لا. قلت لهم هل ذهبتوا إلى بيوتكم التي لم تدمر ووجدتموها كما هي؟ قالوا نعم. سألت هل هنالك جرائم قتل في غزة؟ قالوا لم نسمع. طيب أين الشرطة الفلسطينية؟ قالوا لا يوجد هنالك شرطة فلسطينية لأن الوضع الأمني لا يسمح. طيب ولا يوجد طبعا هنالك مخافر شرطة، ولا يوجد هنالك محققين، ولا يوجد هنالك سيارات للشرطة. في غياب الأمن طبيعة الحال هذا يحدث بالعالم، بينما تصير كارثة إنه كل السرقات وكل المجرمين هذا لم يحدث لغاية الآن في غزة. سألت سؤال ثاني، الناس يعني في 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 هذا الأوضاع كيف تعيش؟ يعني المفروض أنا تدخل إلى المحلات التجارية وتسرق الأكل عشان تأكل. قيل لي هكذا، قيل لي الناس تتقاسم خبز ناشف. قلت هل هم بيعرفوا بعض؟ قالوا لي لا، في بعض الأحيان يأتوا من خان يونس ومن رفح ومن بيت حنون، بيلتقوا في مكان معين، بيناموا ويتناوبون على النوم على نفس الفراش الوسخ من 18 يوم. طب والماي؟ قيل لي يتقاسمون قطرات المياه وما تبقى منها. أنا يعني لربما شعرت بأنه يلا ربما هنالك مبالغة، لا دول ملائكة يعني. فعندما سألت آخرين وصحفيين حقيقة أريد أن أتأكد من هذه المعلومة كصحفي، هل هذا حقيقي؟ هل بالفعل الناس يتناوبون على النوم على الفراش؟ قيل لي بأنه هذا هو الحاصل، ناس لا يعرف بعضهم، إذا وجدوا فراش واحد ينام 3 ساعات ثم يقوم ثم ينام آخر عليها 8 ساعات. طيب طوابير الانتظار، طوابير الانتظار يارا هو شيء جدا صعب نفسيا، أن تنتظر 8-9-10 ساعات على طابور هذا بيفجر الناس تحديدا الرجال. ولكن عندما تأتي سيدة غزية واحدة تدخل للطابور تشتري أول وحدة، ومن ينتقد يتهم بقلة الشرف. هذا سألته أنا، قيل لي هكذا يحدث، حتى أنه البعض يعني يطلب من النسوة الذهاب للاستفادة من شرف الغزيين بأنه لا تدعوا هذه المرأة تنتظر على الطابور لساعات وساعات، أعطوها قبلي. والرجل الذي وصل دوره بكون صار له 8-9 ساعات، ليس ليشتري خبز أو يعني رفاهية، ليطعم بنيه وأطفاله، ومن قلة الشرف كما يقولون يتركون الناس تشتري. طيب هل هذا الجو فقط في غزة ولا في بقية المناطق؟ فسألت الناس الذين يعيشون في المناطق الأقل يعني الأقل ضررا، طبعا لا يوجد هنالك أقل ولكن ليس مثل بيت حنون وجباليا، عن رفح على سبيل المثال. قيل لي بأنه الناس تتعاون في كل شيء، في المراحيض، في الحمامات، في الاستحمام، في الدخول إلى المنازل، في تغيير الملابس، حتى في المواضيع الأنثوية هنالك اهتمام بالغ عند الناس للتعامل معها برقي. طيب طبعا نحن نعلم بأن هنالك دم بغزة، ونعلم بأن هنالك أخبار دموية بغزة، ولكن هنالك جانب مشرق لما يحدث في غزة، جانب يتعلق عن أخلاق، عن رقي، عن رمزية عالية في كيفية تعامل الناس بشهامة. هذا إسلام؟ هذا هو الإسلام. هل هذه هي العروبة؟ هذه هي العروبة، وهذه سمات العرب بأنه في حالات الكوارث هكذا يتعاملوا. طب لو قررنا ذلك في أماكن أخرى سوف نرى بأنه المشهد سوف يكون مختلفا، المشهد سوف يكون فوضى، سرقات، قتل جماعي، تحرش، اغتصاب، هذا الذي يحدث في مناطق الكوارث. نحن لم نأتي من ذلك من الوهم، هذا هو الطبيعي في الحروب. في أوكرانيا انظر ماذا الذي حدث في أوكرانيا، انظر الذي حدث في المناطق التي حدثت فيها زلازل، انظر إلى المناطق التي تحدث فيها غياب للشرطة. في الولايات المتحدة إذا غابت الشرطة ساعة كما حدث في بعض المدن الأمريكية دخلوا الناس وسرقوا المحلات التجارية، سرقوا ليس طعام، ليس كسرة خبز، سرقوا تلفزيونات وثلاجات وغسالات وكنبيات، هذا هدف الولايات المتحدة. في غزة لم يسرقوا حتى الخبز الذي هم بحاجة إليه، هذه الفطرة الإنسانية، يعني يرى هذا الطبيعي
انه الناس تدخل الى المحلات وتسرق. في محل تجاري امس قصف من قبل الجانب الاسرائيلي دمر يعني نص المحل.